والغديوه ديال اليوم عند خالتي والغدا من بعد منه كاين الوداع كاين كل واحد غادي يمشي لدارو كل واحد يشد طريقه لدارو هاد النهار دايره لنا الجلبانه الفواليه اختي داك الجلبانه اللي كتكون غليظه هي هادي مع القوق بالحيمه وكاين يا لاله هذا اللي كنموت عليه كيكون هكذا معسل سفرجل بالبصله كيجي يا سلام واكيد زويتنات وشليده خضراء وهذه حتى هي كنموت عليها الفلفله ومطيشه مشويين مع الاخر الحامض مصير مازال اختي كتقلي الحوت ولا ما عرفتش كدير دابا كنقولوا لها اجي زكسي اجي زكسي حيت هي راها في الكوزينه واقفه شتي ها شنو قلت دعاء دعاء جايبه الحوت دعاء اريج كتاكل اريج شديتي كرسي شديتي كرسي بوحدك اهلا السلام عليكم حبيباتي شخباركم كيف نتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال بخير وعلى خير مع فيديو جديد يا اختي في داري كي خلاتهاش كبروا شعيبيه داري المهم الغزالات ديالي ما تشاركتش معكم في الفيديو اللي قبل ماشي الفيديو في المقطع اللي قبل يعني النهار ديال البارح ما تشاركتش معكم بزاف 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 ديال الحاجات لان كتعرفوا النهار التالي راه امبوسيبل تقدي انك تصوري كلشي اون ديتاي ولو حتى بعض شي لقطات لان النهار التالي كتعرفوا خصك تجمعي حوايجك خصك تمشي تسخري اللي عندك تنسي هادي خصك ديري بزاف ديال الحاجات واهم حاجه هو ان داك النهار النهار التالي يعني كنحاولوا اننا نبروفيتيو لو ماكسيموم مع العائله نجلسوا معاهم ونهضروا معاهم ونضحكوا معاهم نجمعوا معانا ومعانا فداكشي علاش ما قديتش انني نشارك معكم بزاف 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 ديال الحاجات الوقت كيطير والنهار تيطير ومهم المهم دابا انا راني في داري الحمد لله وصلت على خير وبخير انا وبنيتاتي وهذاك النهار ديال البارح وليت تقاسمت معكم في قبل من هذا المقطع هذا صراحه ما قديتش كنت باغا انني نصور لكم ولكن ما قديتش كيف ما قلت لكم صافي اليوم فاش الصبح ها انا معكم ها انا مع روتين جديد ومع داكشي اللي كيتعاود يوميا غير هو جديده دينا كنعيشوها ما كنعرفوش النهار كيفاش غادي يدوز هادشي اللي كاين دابا غادي نوض غادي نمشي نجمع داري وخا الصراحه اللهم لك الحمد ما بقيتهاش مرونه لان انا في مرون هاديش الصراحه ماشي نتوما غتشوفوها معايا مرونه ولكن لقيتو جامع لي الدار مسيق لي طاق الماكينه ديال الماعن فهمتوا شنو بغيت نقول لكم يعني الربل هو الربل ما كيجمعوش كيحاول ينقي ولكن الربل خليه حتى تجي مولاتو باش تعرف فين غادي ديرو واحد السيجور عندي مقلوب ولكن الارض نقيه المعنات مغسولين حيت كنطلق الماكينه ايوا المهم غادي نتفتف على الدار واحد شويه راكم عارفين ملي كتجي مولات الدار فاكيد خصها دير واحد الدوره في الدار وحتى الا كانت مصوبه خصها دير واحد الروتوش في الدار دابا يا لاله بغيت نشارك معكم واحد الحاجه غتكونوا ديجا شفتوها نتوما في الاول ديال لا فيديو وهي الحرشه الحرشه يا لاله هذيك الحرشه اللي كتكون مفرطه مع كل واحد شنو كيقولها حنا كنقولوا الحرشه مدهوسه كل واحد شنو كيقولها تشاركت معكم الحلبه خضراء وتشاركت معكم مرسيطه ودابا جا الوقت انني نبارطاجي معكم الكحيله بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش الكحيله ها انا جبتها معايا من فاس والصراحه ماشي انا اللي شريتها ماما هي اللي كانت هبطات للسوق داك النهار ولقاتها وطلعاتها اما انا الصراحه ما خديتهاش وايفوا طلعتها قلت لها ماما اريها اختي اريها قالت لي هاكا بنتي ديها لان الصراحه انا جبتها نقول لكم علاش جبتها اول حاجه حيت هادي تبارك الله راه بزاف اول حاجه باش نصوبها في داري ثاني حاجه باش ضروري نديرها للبنات اللي عندي في السونتر وحتى لغيزلان باش يذوقوا الكحيله مع الحرشه كيفاش كتجي لان ذاقوا ديال الحلبه ما ذاقوش ديال مرسيطه مرسيطه كليتها انا فاس وقلت لهم راه اف ولقى مرسيطه ولا كحيله اكيد غادي نجيبها معايا وغادي نصوبها وغادي نجيبها لكم باش تذوقوها تما لان حمقاتهم داك النهار هذيك الاخرى اللي قلت لكم
وعاد هذه مذاقها احسن من الاخرى. المهم بالنسبه للكحيله كيجي قلت لكم ديجا قبل كتجي بحال شكل ديال الشيبه وريقاتها. ها نتوما شوفوا الوريقات ديالها هي خضراء، الوريقات ديالها كيجيو بحال هذا الشكل، بحال نقولوا شي شيبه، ولكن الشيبه اللون ديالها راكم عارفين كيكون كري، هذه اللون ديالها اخضر ساطع. ها نتوما هذا هو، هذه هي الكحيله، فيها ريحه ديال الربيع. الحلبه فيها شويه ديال الريحه ديال الحلبه، ماشي بزاف، شويه واحد شويه، ومرصيطه فيها الريحه بحال النعناع شويه، كتشمي بحال داك ريحه النعناع. هذه الريحه ديال الربيع، كتشمي ريحه الربيع. الربيع ماشي قزبر ومعدنوس، لا ربيع يعني ربيع اللي كيكون في الارض، مي كتهزيه كتشميه كتشمي ريحه الربيع بحال هكا. دونك هذه البنات ملي كنجيو نصوبوها فاكيد كناخذوا لها جوست الوريقات ديالها بحال هكا، هادو هما اللي كناخذوهم صافي. يعني هاد الغصن هذا ما كناخذوش، كناخذو غير بحال هكا، كنغسلوها كندقوها وكنخلطوها مع الحرشه ديالنا بحال اللي تشاركت معكم، لا مرصيطه ولا الحلبه. ها انا دابا حيت كنت موعدكم انني اوف ناخذها غادي نتشاركها معكم، نوريكم الشكل ديالها بالنسبه للبنات اللي قالوا لي اسماء ما تعرفوهاش غنوريها لنا. دونك هي هذه ان شاء الله نهار نصوبها حتى هي غنشاركها معكم، راه نفس الطريقه. المهم الغزالات ديالي دابا نديرها في الثلاجه لان غدا ان شاء الله عاد غادي نصوبها للبنات. اليوم ما غاديش نقدر لان عندي بزاف ما يدار، خصني نقاد داري ونجمع داري ونصوب شي حاجه عاوتاني، انا نوجد الغدا ونصوب شي حاجه للعشيه. المهم ان اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم، وشكرا بزاف 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 دعمكم، شكرا بزاف على خطيكم على تعليقاتكم الزوينين، واكيد ما تنساونيش واحد اللايك دابا ديروا لايك. يلا خليكم معايا الغزالات ديالي. ايوا الحبيبات ديالي، من بعد من الصفار اش كيتسناك ملي كترجعي للدار، فاكيد اختي خصك تجمعي وتدوري بالقنات تشوفي شنو كاين وشنو ما كاينش، واكيد اهم حاجه هو انك ترصي كل حاجه بلاصتها، لان الراجل ملي كيبقى في الدار فاكيد اكيد اكيد كيرول لك اختي الدار كامله. المهم ما غاديش نطيح عليه الباطل، الصراحه لقيتها نقيه ولكن مربجه مرونه مفروشه
ولكن النقاوة نقية الصراحة، ولكن يعني هكا كل حاجة خصها ترجع لبلاصتها وتحط في بلاصتها. وراك كتعرفوا داكشي مي كي السمك والتاويل ديال مولات الدار ماشي ديال مول الدار. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كنرصي كل حاجة نردها لبلاصتها، لان صبحت يعني في الدار، واكيد الصباح مي غنصبحوا في الدار فخصنا نجمعوا ونرصيو كل حاجة بليصتها ونقادو. هذا كنت اصلا في الليل درنا غير هادي لا سوب ديال الشوفان هي اللي درتها، داكشي علاش تشوفوني تما عندي زلايف وداكشي. كنا تعشينا غير بالشوفان، والشوفان الرقيق انا كنديرو بحال الشكل ديال التيشه بالحليب بحال هكداك كنطيبو، مكياخدش بزاف ديال الوقت ميم با 5 ديال الدقائق. هو اللي درتو يعني ساهل وداكشي وصافي، ومشينا رقدنا. كل واحد شد بلاصه. المهم قلت حتى الغدا ان شاء الله يصبح ويفتح داك الساعات عاد نجمع الدنيا ونرصي ونصوب كل حاجه بلاصتها. صراحه ما كذبش عليكم وصلت عيانه وما قديت ندير حتى شي حاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا كنرصي دابا بالنسبه للمعينات اللي كانوا ديجا يعني نقيقين وداكشي في الماكينه، حيت كنت ديجا قلت له كيفاش يطلق الماكينه حيت عمرو ما تلقى. جامي حيتو كنت قلت له ما زعما ما نوريش كيفاش يطلقى، وكراه خلاهم اللي كيدكسوا تما كيتجمعوا شي على شي على شي تنجي انا ونوصلوا. ولكن بما ان كاينه الماكينه قلت له عرفتي شنو دير، جمعوهم في الماكينه جمعوهم ما نوريك كيفاش تلقى، وعاد تلقى داكشي. دابا فاش جيت لقيت داكشي مرصي، دابا كنرد كل حاجه لبليصه مغسولين ناضيين مستقطرين كلشي. ايوا صافي يا ديكو باش عاوتاني هكا الحاجه اللي عندي موسخه نحطها تما، والدنيا هكذا ملي كتكون راكم عارفين ما مقاداش، والبوطاجي ما ممسوحش وكيبان اصلا كيبان باهت يعني ما فيش داك المعا ديال هذا ديال النقاوه بزاف بزاف بزاف. يعني عاد دوزت داكشي كله دوزت عليه بالبرودوي وجمعت كل حاجه ورصيت كل حاجه لبليصه باش هكا كي قلت لكم تنقى لي الدنيا وتجمع، وجمعت هكا الدار واحد شويه حتى هي نقيتها. المهم راكم عارفين دوزت هنا وهنا وهنا بلا ما نكثر عليكم هاد بلا بلا والهضره الخاويه. المهم ما كدبش عليكم البنات دوزت واحد الوقيته زوينه فاس، وشفت الحباب وشفت العائله وشفت الحومه وشفت بزاف ديال الناس عزازين عليا. واخا ماشي كلشي نقدر انني نتشاركهم معكم داك الساعات، لان ماشي كلشي كيتشار يمكن لي نبارطاجي معكم، كاين شي حوايج خصوصيات وكاينين الناس اللي حتى هما يعني ما عندهم علاقه يعني بلي ريزو سوسيو وداكشي. ولكن والله العظيم الا دوزت واحد الوقيته زوينه زوينه وما سخيتش انني نطلع قد ما يعني بالي في بالي داري وفي بالي بزاف ديال الحاجات، ولكن فريمون ما سخيتش انني نرجع من تما. ما كرهتش ان العطله لوكا كانت باقه يعني طويله الوقت بزاف، لوكا كان راني زدت بروفيتيت، ولكن ما عندنا ما نديرو. مجبرين على اننا نرجع عاوتاني اليوميات والروتينات ديالنا اليوميه اللي كتعاود، القرايه الخدمه الشغل الصخره المهم الرعايه بزاف ديال الحاجات اللي كنرجعوا لهم. هذه هي الحياه ما عندنا ما نديرو. الله يصوب الله يعطينا اللي فيه الخير هذا ما كان. المهم كنخوي عليكم قلبي بحال اللي راكم شنقول لكم والله العظيم بحال اللي راني كنحسبكم بحال اللي راكم خوتي وصحاباتي قرابي لي، وهذا كنهضر معكم يعني بعفويه، اما راه نهدك ناخذ واحد السيلو ورقه ونكتب داكشي اللي خاصني نقول في لي فيديو ديالي ونعرضه لكم، وحيت خدمه خدمه. ولكن فريمون والله العظيم الا كنحسبكم يعني قرابه لي سبحان الله العظيم تصوروا النهار اللي ما كنصورش ولا شي حاجه كنبقى كنقول لا خاصني صورهم كيتسناوني هادي راه واخا نكون عيانه ولا شي حاجه كنحاول انني زعما نجي عندكم ونهضر معاكم. المهم ما عرفتش كيفاش غادي ندير نفسر لكم ولا نعبر لكم داكشي اللي عندي في قلبي. المهم الله يخطيكم عليا، وحتى نتوما الله يعطيكم كل ما في خاطركم ويعطيكم كل خير ان شاء الله. المهم الغزاله ديالي انا كملت جمعت الروينه ديالي كامله اللي خاصني، دابا خاصني غير ندوز بالبرودوي باش هكا الدنيا تنقى مزيان وتعطي اللمعه ديالها، وغادي ندوز باش نصوب واحد الكيك اللي كيجي صراحه زوين بزاف 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 وبنين.
وغادي نتقاسم معكم ان شاء الله في هذا لا فيديو. اكيد 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 كل واحدة شافت هذا لا فيديو ما تنساش انها تخلي لي واحد لايك، وكذلك الا مازال ما تابوناتش نتمنى انها تابونا في القناة. وشكرا بزاف بزاف بزاف، نعاود نقولها لكم على الدعم ديالكم. بالنسبه للكيكه البنات وهذا اللي كتشوفوا قدامكم، فبالنسبه للمقادير اللي غادي نستعملوهم، غادي نستعملوا كاس ديال سنيده، وغادي نستعملوا كاس لارب ديال الزبده، وغادي نستعملوا كاس ديال الحليب، جوج ديال الفانيات، وجوج ديال الخمارات، وواحد معلقه صغيره ديال الخل، وجوج ديال البيضات، وبالنسبه للفرص كيبقى على حسب الخليط. دونك هادو هما المقادير اللي كتشوفوهم قدامكم ديال الكيك. غير هو انا درت لي واحد المشكله من بعد، انتم غتعرفوها في التالي ديال لا فيديو، ماشي شي حاجه غراف، المهم هي كتجي مفشه، كتجي بنينه 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 لواحد الدرجه واو. واكيد غادي نوريكم حتى لاصوص اللي غادي نديرها لها من الفوق، كتجي حتى هي في المذاق واعره. المهم هنايا غادي نبدا. دونك غادي ناخذ جوج ديال البيضات اللي غادي نفقصوهم هكذا في شي حاجه فين غادي نطربو. غادي نديروا واحد القبيصه ديال الملحه اللي ضروريه خاصنا دائما نديروها في جميع الوصفات ديالنا سواء كانوا حلوين اولا مسوسين. غادي ندير جوج فانيات، وغادي ندير كذلك كاس ديال سنيده. غادي نحاول انني نطرب هذا الشيء مزيان 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 حتى يتطرب وحتى يتضاعف الحجم ديالو ويولي لنا على شكل كريم. داك الساعات عاد نقدو اننا ندوزو للمكونات الاخرين باش هكذا كنتفاداو على ان الكيكه ديالنا تجينا من الداخل بحال الا فازقه، حيت سنيده الا ما دابتش مزيان 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 مع داك البيض كتجيب الكيكه ديالنا بحال الا مدقصه شي شويه من الداخل وفازقه. ولكن منين كتخدم البيض مع سنيده فاكيد كتكوني عارفه بان الكيكه ديالك غادي تجي من الداخل مفشفشه مزيان 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 حتى كترجع بحال هذا الشكل اللي شفتو دابا. من بعد غادي نضيفو داك الكاس لارب ديال الزبده اللي كيكون ديجا مذوب، وانا في نفس الوقت كنخلط، وكذلك غادي نضيف كاس ديال الحليب. ومن بعد من هذا الشيء غادي ناخذ الفورس. بالنسبه للفورس انا غنعطيكم القياس بالضبط بالكاس، انا ديجا قلت لكم كيبقى على حسب الخليط، ولكن هنايا غادي نوريكم بالضبط شحال غادي نحتاج ديال 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 الفورس. فانا كيف ما شفتوا درت كاس واحد ديال الفورس، ودرت داك جوج ديال الخمارات، وخديت تما بحال نقولوا ثلث ديال الكاس
عمرته قدامي باش داك الساعات نعطيكم القياس بالضبط، لان الكيك مي كيكون مخلط بالزبده ماشي هو الكيك اللي كيكون مخلط بالزيت، انت خاصكم تعرفوها. يعني ملي كيكون الكيك مخلط بالزبده كيكون الكيكه كتجي بحال نقولوا قاصحه، يعني الخليط ديالها كتكون شويه قاصحه، مي كتكون مخلطه بالزيت لا كتكون خفيفه. فانا كيف ما شفتوا درت الثلث، ومن بعد رجعت درت واحد شويه، ويعني بحال نقولوا درت كاس اونس بالضبط ديال الفورس. هنا اكيد المول خاصنا نكونوا دهنينو، وانا الصراحه مول فانني ما كندهنهمش، الا بعد شي مره دهنت كندهن بالزيت فقط، اولا بعد شي مرات كان يعني ما كنديرش كاع يعني كاع لا زيت لا حتى حاجه. دابا انا هنايا قلت بما ان الكيكه ديالي عندي فيها ديجا الزبده ماشي مشكل، يعني بلا ما ندهنها غادي نديرها، يعني ما تلصق ما والو، ولكن لا ثقه في لي مول، واخا يكونوا ديجا معمرهم لصقوا لك ضروري ما تدهنيهم، لان لصقات ليها نتوما غتشوفوا من بعد. دونك هنايا غادي نوريكم عاوتاني لا صوص اللي غادي نديرها من الفوق. ديجا الكيك دخلته للفران على 175 درجه، شعلت عليها فقط من التحت، ومن بعد غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر. هنا البنات غادي نستعمل كاس ديال الحليب، وغادي نستعمل المايزينا، وغنستعمل بيرلي اولا جبن طاري المهم كيف ما بغيتو، وغادي نستعمل الكريمه ديال لوتوس وسنيده. فبالنسبه لهنايا غادي ناخذ كاس ديال بحال نقولوا قياس ديال العنبه ديال الحليب، وغادي نضيفو معاه معلقه ديال سنيده، وغادي نضيفو كذلك معلقه ديال المايزينا، وغادي نحاول انني نخلطهم مزيان 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 حتى يتخلطوا لي. وداك الساعات غادي ناخذهم وغادي نحطهم من فوق من العافيه اولا فوق من البوطه، على عافيه تكون مهيله، وانا كنخلط انا كنخلط والعافيه مهيله، وحتى بحال نقولوا الخليط ديالنا شي شويه يبدا كيتقال. يعني حنايا اصلا محتاجين كريمه على داكشي، دايرين نشا باش تعقد لنا شي شويه لا كريم ديالنا. صافي كي قلت لكم بقاو نخلطوا حتى نتاكدوا بعدا من داك الحبيبات ما كاينينش بصفه نهائيه، عاد نديروهم من فوق من البوطه حتى تعقد لنا شي شويه الخليط ديالنا، ديك الساعه نحطوها باش نكملوا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا خرجتها من الفران كتجي هشيشه، شوفوا الهشه كيفاش دايره، والبنه راه ما نقول لكمش خطيره، ولكن اللي وقع وقع هو انها لصقات لي، دونك ما عندي ما ندير، ضروري ما غادي نبينها لكم، انا ما عندي لاش نكذب عليكم، ولكن راه فريمون المذاق ديالها خطير. الديفو اللي درت هو انني كان خاصني ضروري ندهن المول، يعني باش جايه معمرني ما غنولي نعاود ما ندهنوش، واخا يكون ما كيلصق ما والو اوبليجي غادي ندهنو باش نتفادى هاد الكارثه هادي، حيت فريمون تعصبت. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ معلقه ديال لوتوس غادي نديرها، وغادي ناخذ معلقه ديال بيرلي غادي نديرها، وغادي نخلط المكونات مزيان مزيان مزيان، وهو داكشي باقي سخون على بعضياته، ومن بعد غادي نهز داكشي كامل وغادي نديرهم من فوق من الكيك ديالنا، لان حنا محتاجين الكيكه تكون عندها واحد الحفره، اولا الا كان المول اللي كيتحلو يتشد نديروه فيه قبل ما نحلو الكيك ديالنا منه باش ما يهبطناش في الجناب. صافي غادي ندير هكا، انا درت غير واحد الكميه اللي هي قليله اللي غتجيني في الحفره ديال الكيك، على داكشي درت كاس ديال الحليب ومعنا ما كنبغيش الصراحه تضيع. صافي درت داك الكاس، ومن بعد غادي نحاول انني نرصيه هكا كيف ما كتشوفوا، نخلي غير واحد شويه 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 على ما يبرد. غادي ندوز باش نديكوريه، بالنسبه حيت انا واقع لي مشكل ديال التلصق فاكيد غادي نديكوريه من الجناب ديالو، حيت ما عنديش شي حل اخر، خديت كريم كاراميل ودوزتو هكذا من الجناب باش ندير لا فيرميسيل ديال الشكلاط، وداك الساعات بحال نقولوا يتخبع واحد شويه داك العيب ديال الكيك. انا الصراحه دايرها غير لداري، لو كان الناس اكيد ما غاديش نقدر نحطها، غنعاود وحده اخرى حيت حشومه، واخا الصراحه راه كتوقع شحال من خطره كتبغي تصوبي شي حاجه سبحان الله العظيم، سورتو ملي كيكون الضياف ولا محتاجها لشي حد ولا هذا كتقول لك اوه واش نصدق لك والو سبحان الله العظيم، الا كان بغرير ما يصدقش، الا كانت كيكه ما طلعش، الا كانت الا كانوا ملاوين ملاوي ما يطلقوش، المهم ضروري كيخرج لك شويه ديال الديفو سبحان الله العظيم. المهم دابا انا بما ان كي قلت لك غير داري وهذا فاكيد غادي نحطها، راه حنا غناكلوها مع بعضياتنا. فهنايا غادي ندير شويش ديال الكريم كراميل هكذا من الوسط صافي باش
كي قلت لكم يتغطاو الدفويات وصافي، ولكن فريمون يا البنات راه واحد البنه فيها، واحد الفشفاشه فيها، واحد راه ما غاديش تيقو حتى ديروها وتذوق، ما تديوش على الشكل ولكن راه المذاق واعر. شكرا بزاف البنات للدعم ديالكم، لهلا يخطيكم عليا، وشكرا بزاف لكومونتيراتكم، ما تنساونيش من لايك. تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، لك تبلا خليتكم على خير، بسلامه، باي باي.